احنا عارفين ان البلد هنا امكانياتها مش كبيره، لكن في ظل عدم الامكانيات الكبيره دي الفندق احنا قاعدين فيه يعتبر فندق معقول، وما فيهوش حاجه طبعا غير اوض، انت اعتقد شفت او سمعت ما فيش غير اوض ومطعم صغير، لكن برضه الحق يتقال الاوضه نظيفه والمطعم بيأدي الغرض، واحنا جايبين معانا الطباخ بتاعنا، فبالامانه يعني الاكل اللي احنا عايزينه بيتعمل. فلغايه دلوقتي ما فيش صعوبات، بمعنى صعوبات عشان بس انا ما بحبش اهول، لا لغايه دلوقتي ما فيش صعوبات الحمد لله. اللعيبه يعني قبل ما كانت عارفه ان احنا جايين في مدينه هي تعتبر تاني مدينه، بس مدينه صغيره، تعداد تعداد السكان فيها 140 الف نسمه وبلد صغيره، وعارفين ان احنا قاعدين في اوتيل صغير جدا، لكن زي ما قلت لك في بعيد شاني الاوتيل نظيف، يعني الاوض نظيفه وفي الحد المعقول من النظافه، فده تاني بالنسبه لنا مهم، انك تعرف نظيف وحمام نظيف زي ما بيقولوا، والاكل متامن، الطبق بتاعك موجود. فاللعيبه لا مش متضايقه، دايما دايما مباراه دايما صعبه دايما، وانت يمكن لو ترجع كده بتاريخ لورا ايام كاس امم افريقيا 2006 اول ما لعبنا اول ماتش في ملعبنا تعادلنا بس خدنا البطوله في الاخر. مباراه كاس امم افريقيا 2008 غانا كسبنا 4-2 الكاميرون، ريحتنا خليتنا خلاص يعني كنا ضامنين ان احنا نوصل الدور اللي بعده. فده مباراه الافتتاح مباراه قويه جدا وصعبه، ضربه البدايه، ومالي انا شفتها، شفت مالي فرقه يعني لعيبه لعبتها كلها محترفين بيلعبوا في اوروبا، لكن ان شاء الله باذن الله احنا قادرين ان احنا نتخطى هذه المباراه باذن الله.